مبدئيا كده سمعونا الصلاة على حبيب النبي. النهاردة الجمعة، جمعة مباركة علينا وعليكم إن شاء الله. النهاردة 26/8/2022، منع إجلاد بالشهادة، استراء أول موسم، صلاة الحبيب النبي. أول واحدة معاها انتاي. صلاة الحبيب النبي محمد. أول واحدة أهي بحكم. أول واحدة أهي ديت بحكم. صلاة الحبيب النبي ومعاه انتاي. صلاة الحبيب النبي محمد. تعالى يابا. أول واحدة معاها نتاي. أنا معايا 4 شابات، في 2 معاهم ذكورة و2 معاهم نتايات. ديت اللبن فيه 40 كيلو. صلاة الحبيب النبي. أول واحدة معانا اللبن 40 كيلو، والسعر حطم لك أسعار الهولشتاين. صلاة الحبيب النبي. أول واحدة 48,000. صلاة الحبيب النبي. صلى على النبي كده، صلى على النبي كده بالبضاعة اللي تشرح القلب الحزين دي. انت معاك يا معلم؟ معايا بشهادة يابا. شهادة؟ ايه. اوعى تكون أول موسم. أول موسم. لا 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 لا. والدم حار. وعارف خلفه؟ من اللي بيعمل فيه كده اهو. عارف خلفه؟ ايوه. صلاة الحبيب النبي. ده ملعقة التانية ما بتشمش فيها ايه؟ ولا دي دم نضيف؟ مكعبة؟ جلد على عضل. طب ما توريني كده، يمكن مش استراء. بالراحة كده اما نشوف الدبل كده، اما نجر الدبل الأول. بص يا جماعة، أنا هعمل لكم زوم أهو على الدبلة. هعمل لكم زوم أهو. صلى على النبي كده. 28 28 اللي في ودانها. الناحية التانية 28274. هات لي الشهادة كده يابا. ديت أول عجلة كسر 4 سنات بالشهادة ألمان. هات لي الشهادة كده برقمها. أهو يا جماعة 28274، رقم فوقه. صلى على النبي كده. دي بكري ألماني بالشهادة. صلاة الحبيب النبي. جاية من بره ما كملتش لسه شهرين. وولدت ومعاها الدكة ومش هديها لك بالسعر ده. أول واحدة ألماني. صلاة الحبيب النبي. صلاة الحبيب النبي. اسمه التفاح الأحمر. العجلة ده أسلم فيها 40 كيلو لبن. أول موسم 40 كيلو. أول موسم 40 كيلو يا ابن الحلال. أهو. والهداوة بفلوس. أهو. ومن غسله واشتراه. صلاة الحبيب النبي. أدي تاني واحدة. أقول لكم سعرها هي وأختها مع بعض. أنا معايا عجلتين استراء. مش عايز تسيب خلفه والله. روحي. والله ما عايز تسيبه. انت معاك من نفس البضاعة دي معاها نتاية؟ معايا من نتاية يابا. كمان مو معاك نتاية؟ معايا نتاية وبالشهادة برضه. تعال. صلي على الحبيب صلي. دي جنبه العريض. الله وكل ما انت عاوز الا 191,000. ما هو 105 زي ما بيقولوا. انت كله بتدور على خلافة الإبرة. بتدور على خلافة الإبرة. صلاة الحبيب النبي. الله وكيل لازم افتح لكم السن، لان الناس مش هتصدق اللي دي بكاره 4 سنات. الله وكيل لازم افتح لك السن. انا هدخلها الحلابه وافتح لك السن. هي جت لوحدها بظروفها بقى، اللي مفيش حد هيصدق اللي دي بكاره. خش كده عشان نفتح السن واحده واحده كده للمشاهد اكنه قاعد معانا، لان احنا هنقوله بكاره. مش هنقوله بكاره وخلاص، هنقوله بالطبيعه. بكرة على الطبيعة. خش.
بصوا يا جماعه، 4 سنات اهم، ادي 1 2 3 4 وخنصرين من الجنب اهم وخنصرين من الجنب اهم. هيقول كسر 4 سنات اول موسم. واحد فكر اللي مش هي اهي عجلتك يا عم الحاج اللي كسر 4 سنات، بس ربنا يقدرك على 191,000. روح الله يجعل بيت ابو صاحبك عمار. ديت يا جماعه معاه نتايه، ديت معاه نتايه، النتايه بتاعتها اهي جايه بطنها من بره. مش هقول لك النتايه دي ب 12، هي النهارده عمر يوم ب 13,000. ومش مش هناخدها ونحط لها دقه. مش الا واحد جاي يديها ربنا ربنا 5000 جنيه. ربنا يبارك بالنتايه بتاعتي ويبارك للي تخش بيته واللي يحج الوش اللي عامل زي اليمامه ده. صلاة الحبيب النبي، صلاة الحبيب النبي، صلاة الحبيب النبي. السعر العجلتين اللي استغاد هما بيجوا ب 120,000 يا جماعة. هما والدين ومعاه دكر وانتهي، وهسيب لك منهم مصاريف من دخل يمين الليل. لازم اسيب لك من 120,000 تأكل وتصرف، ومن دخل يمين الله معايا عجلة ما تسوى الا 75,000. اخوكم محمد سعد، رقم التليفون 010-90-60-97-17. يبقى احنا معانا اول واحد ب 48,000 ومعاه نتايه. معانا الاولى والثانيه عجلات استراد اهم في راح بعضهم، عجلات استراد، واحده معاها دقه واحده معاها نتايه. صلاه الحبيب النبي. في كده يا اولاد، بس دعمنا بلايك وصلى على الحبيب النبي، دعمنا بلايك وصلى على الحبيب النبي. ان شاء الله هسلم في العجله ده 40 كيلو لبن. عجلتين البقره دوم اول موسم 80 كيلو لبن. معانا 65 كيلو لبن. صلاه الحبيب النبي. سمي الله وصلى على النبي. انا نزلت لكم البقره ده يا جماعه عشان مبسوط بالتعليقات من العرض اللي فات واللايكات. صلوا على الحبيب النبي. انا هوريها لك اهو، بس ما تبخلش عليا بالصلاه على الحبيب النبي. النهارده الجمعه، اوعى تبخل عليا بالصلاه على الحبيب النبي. حلفتك والنبي اللي ما في اغلى منه. بعد ربنا لا تصلي على الحبيب النبي. لسه ما حدش مسكه كده في العالم. والله والله عشان انت بتصلي على النبي وبتدعمنا بلايك في التعليق اللي فات، ليك حق عليا اللي انا صوره لك بعد الولاده. ديت جابت يا معلم، جابت دكر يابا. ديت الحبيب النبي والده امبارح بالليل يا جماعه، انا كنت منزلها انتظار من يومين. اوعى كده يابا. حو حو يلا، صلاه الحبيب النبي. بسم الله الرحمن الرحيم. حد دخل يلا، وجايب الدكر ده خلفه اهو، لسه مولود امبارح. بس عشان خاطر صلى على الحبيب النبي، عشان خاطر النبي صلى على الحبيب النبي كده في قلب. يلا بدخل دم اللي ما حدش تاجر فيه خالص لسه. رقم التليفون تاني 010-90-60-97-17. اخوكم المعلم محمد سعد. وان شاء الله تسليم اللبن ده ايه اعلى انتاجية لبن في 2022. محمد سعد هيسلمها لك في بقرة واحدة. اعلى انتاجية لبن بعون الله في 2022 عندنا. والنبي اللي تشوفه يصلى على النبي. ربنا يبارك لصاحب النصيب. بقولنا معانا 4 شبات، 2 معاهم دكورة و2 معاهم نتايات. صلاة الحبيب. جنبوات. صلاة الحبيب النبي. معانا 4 جنبوات. وحياة النبي. لا تعلق لي بالصلاة على الحبيب النبي وقول لي فيه كده. اروح فين تاني؟ اروح ايطاليا؟ جبتهم لك من المانيا ذكر وانتهي اهوت وبالشهادة. وين الشهادة بتاع العجلة التانية دي كده يابا؟ احنا فرجنا شهادة واحدة. يابا شهادتين اهم. صلاة الحبيب النبي. يابا شهادتين اهم. صلى على الحبيب صلى. لا ادينا رقم دي بالدبلة كده في ودانها. يابا اللي يجي ما لاقيش شهادتك بدبلته. بص يا جماعة. بلاش. هنا 69 806 حد كده يابا. بص يا جماعه الرقم اهو برضه، رقم اهو. ان شاء الله كل عجله بالشهاده بتاعتها. يلا روح روح احلبه. يلا تسليم اللبن 40 كيلو في اي عجله، 40 كيلو. صلاة الحبيب النبي. معانا عجلة برر برضه تالت ويلد.
هنا التسليم اعلى كميه كلا. اعلى كميه لبن في 2022 وربنا يبارك لصاحب النصيب. يلا يا عم يلا يلا، توكل على الله.